دارية 5-1 إلقاء برد مين متفجر الله أكبر الله أكبر قصف حيا درع البلد كل برامين متفجر الله أكبر الله أكبر الله أكبر استهداف أحياء درع البلد بالبراميل المتفجرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر درع البلد تباد الله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على قصف يا شباب على المدنيين الشبيحة تقصف المدنيين الله أكبر الله أكبر قصف على المدنيين أثناء تسجيلهم للأسماء هني بدهم ينزحوا من حمص المحاصرة رجعوا السيارة رجعوا رجع السيارة رجع رجع الله أكبر سقوط قذائف هاوين سقوط قذائف هاوين أثناء تسجيل أسماء للمدنيين حسبنا الله ونعم الوكيل وينه بليزا مقر الاحرار مقر الاحرار مقر الاحرار ما بليزا ما بليزا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قذائف من 21 جدن 17 يونيو 17/5/2013 الله أكبر الله أكبر دارية قصف البراميل متفجرة الله أكبر الله أكبر دارية الله أكبر الله أكبر الله أكبر دارية الله أكبر الله أكبر قصف برميل متفجرة دارية الله أكبر الله أكبر الله أكبر دارية قصف البراميل متفجرة الله أكبر دارية 1/1/2013 الله أكبر
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. دارية 23/8/2012. استهداف للبيوت المدنية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قصف عنيف جدا، مئات القذائف من الصباح حتى الآن. الله أكبر. بالإضافة إلى غارات الطيران. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. يا الله يا الله، لطفك. أصوات استغاثة من المدنيين. الله أكبر. أصوات استغاثة تنطلق. الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم عليك البشار وجنده يا الله. مدينة دوما قصف على المدينة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. غارتين لطائرة الميج على المدينة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. دي يا عمو دي. الله أكبر. هلا على المشريات. الله أكبر.
عجل عجل. ليش عم يضرب علي عصي ارجيسي؟ هاي من عنا الارجيسي تبعنا. هلا الارجيسي تبعنا. طاب الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر إصابة عدد المجاهدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هنا طبعا لا تخفيش عليه ما صار اطلاق نار. اطلاق نار اول بس يطلق النار دغري تغطي. استنى شوي قول لك خليه يركض الاول. ابو عدي اعطيني خليني اركض معك هنيدي الروسيه. خلي بس خليه يركض الحين من الكبار. ها الحمد لله ما في سليم. هدي صبر شوي صبر. الله أكبر. هلا في الشيخ سيدي مع الخلاص. اصحاب مع الشيخ اصحاب مع الشيخ اصحاب مع الشيخ لتحت 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 اثنين لفوق اثنين لفوق. اسمع
بدبابات الأسد. داريا 25 الله أكبر داريا 25 الله أكبر داريا 25 واحد 2014 الله أكبر 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 2014 الله أكبر قصف الطيران المروحي على أحياء حلب الشرقية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر داريا
الله أكبر داريا. ثمانية واحد 2014. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قصف الطيران المروحي على مصيف سلمى. 8/1/2014. اللهم سلم يا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ريف اللاذقية مصيف سلمى. الله أكبر. الله أكبر. برميل آخر. الله أكبر. 8/1/2014. الله أكبر. الله أكبر. براميل عملاقة تتساقط على بيوت المدنيين. اللهم سلم يا الله. الله أكبر. فوق المرايه يا شباب يا شباب. الله عليهم. ما طقتها. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. شباب الحركه قصف. الله اكبر. قصف من الطيران مروح. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الحمد لله. سلامات. قصف على بلدة المراعية من الطيران المروحي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا أقدر شنو تفتل. هات مات البرميل. مدينة تلبيسي 15/1/2013 قنابل فسفور التي تلقى على الشعب المدني العازل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. تلبيسي 15/1/2013 قنابل فسفور. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تلبيسي قنابل هيثم استفد لأخوك. حسبي الله ونعم الوكيل. قنابل فسفور في مدينة تلبيسي بتاريخ 15/1/2013. الله أكبر. 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 الله أكبر.
أكبر. قنابل عنقودية يرميها النظام. الله أكبر. الساعة تبدأ ينفجروا. ها الشغالات ينفجروا. انتبهوا الشباب خذوا حذركم. شباب رأي ينفجروا لهني نرجع تك تك تاني. ضربة ضربة. قصف مدينة القنابل العنقودية. الله أكبر. طائرات الميك تغير على مدينة دوما. حسبنا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قصف مدينة دوما بطائرات الميك. قنابل العنقودية. قصف على المدينة. انفجارات متتالية نتيجة انفجار قنابل العنقودية. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. مدينة دوما هناك جرحى. الله أكبر. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. قصف مدينة دوما. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. 15/1/2013. الله أكبر. حسبنا الله. دوما 15/1/2013. قصف طيران من قنابل عنقودية. الله أكبر. قنابل عنقودية. حسبنا الله ونعم الوكيل. Government is using cluster munitions in populated areas. And of course, these weapons are extremely dangerous for the civilian population and the children. They first detonate in the air and they release bomblets over large areas, sometimes dozens, hundreds of them on an area the size of a football field. And these bomblets, when they don't detonate on impact, remain active for weeks, months, sometimes years. And the problem is, and you can see it on some of the videos coming out of Syria, that civilians and children play with them and handle them in a completely unsafe way because they think they will not detonate, but often they do, and in the process killing people. We've had suspicions for a while now that the Syrian government was using cluster munitions, but we now have very strong witness testimony coupled with videos coming out of the country showing that the government has dropped cluster munitions over populated areas, often using helicopters, in some cases releasing the bomblets between two schools, for example. So we believe that the Syrian government should immediately stop using these unacceptably dangerous weapons and should immediately clear the areas where they have been used, as well as inform the local population on the risk involved with the bomblets. They arrived like the walking dead. We don't know for sure what was in the bomb, but the injuries and debris suggest something like napalm or thermite. There were no shrapnel injuries and little blood, just appalling burns. Among the medics here was a British doctor visiting for the charity Hand in Hand. I need a pause because it's just absolute chaos and carnage here. We've had a massive influx of what looks like serious burns. It seems like it must be some sort of, and I'm not really sure, maybe napalm, something similar to that. But obviously, within the chaos of the situation, it's very difficult to know exactly what's going on.
This wasn't a chemical weapon, but a so-called conventional one. Banned from being used in civilian areas by many countries. But 15-year-old Ahmed's government hasn't signed that treaty. Dear United Nations, you're calling peace. You're calling for peace. What kind of peace are you calling for? Don't you see this? Don't you see this? What do you need to see? We're just human beings. We want to live, you know? Isn't it our right to live? Isn't it? In a basic hospital funded by handouts, the emergency beds were full. Patients slumped to the floor, pleading for help. Gasping for water. By sundown, the chaos eased a little, and a brief moment for the British doctor to collect her thoughts. We feel like some sort of, not even a second-class citizen, we just don't matter. Like all of these children and all of these people who are being killed and massacred, we don't matter.